تدخل آخر إضافي وده ممكن يغير معادلة ولا مستحيل تتغير معادلة حتى لو في مقاتلات؟ لا يتغير. زي ما قالوا ميدفيديف ربما قال خلال شهر هندمر كل المقاتلات دي. تتغير المعادلة على طول. تتغير. تتغير. أستاذ أحمد هو بيعمل سيناريو بنسميه ميزان الانتباه العسكري. نعم. ميزان الانتباه العسكري يروح يضرب بمسيرة في قلب الكريملين، يرد الكريملين بعشر صواريخ كالينجراد، عشر صواريخ فرط صوتية تدمر أكم من مدينة، يتألموا ويستنى ثلاث أيام، رد الفعل العسكري إيه؟ ارتدعوا يسكت، حاولوا يجربوا تاني، يروح مدمر خمس مدن، يروح يستخدم أوركسترا عسكرية بتعزف ممكن توصل للنووي التكتيكي وصولا للنووي الاستراتيجي، وده اللي نفهم منه كلام ميدفيديف. لا لو انا بتكلم انه في دوله النهارده ممكن تستخدم نووي، نرجع تاني لامريكا عملته في هيروشيما ونجازاكي 45، انه ممكن وارد في الحرب، يعني ممكن تهدد لكن تستخدم. بص يا استاذنا الغالي، في الحرب كما في الحب كل شيء متاح ومباح، وان لم يكن الله موجودا فكل شيء متاح ومباح، الاخوه كرامازوف لدوستويفسكي. حالات الجنون، السيناريو الشمشوني اللي هو علي وعلى أعدائي وارد. سانتسو المفكر العسكري الصيني الهائل اللي بيتوازن في فكره مع كونفوشيوس، كونفوشيوس أخلاقي وقيمي، يقول لك لما يكون عندك عدو لا تغلق عليه الدائرة، أعطيله مساحة يطلع منها بكرامة. خبر مخصوص على مسؤوليتي حدش انتبه له، الأسبوع الماضي زار رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك مالي حاضرة الفاتيكان، زار البابا فرانسيس وزاره بالزي المدني وليس العسكري، وزاره معه زوجته بالزي الأسود على أمل أنه فيه مشروع وساطة بيتجلى، حتى وإن لم يكن لدى البابا فرق عسكري زي ما ستالين تنضر أو تنمر بلغة شباب اليوم على البابا بيس الثاني عشر بعد مؤتمر يالطا. سلام، خطة سلام أو مبادرة سلام. أيوة، وهو بيبعت أوريدي الكاردينال تسوبي بعته لأمريكا وبعته لأوكرانيا وبعته لروسيا، وهلا رايح الصين. ماثيو تسوبي وهو واحد من المرشحين لخلافة البابا بالمناسبة، فوارد انه يكون في هذا السيناريو. يعني ساعة الفاتيكان غير ساعة العالم زي ما قالت جولدا مائير ذات مرة، وما لدى البابا من أزرع سلامية يعني نتمنى